يورا احنا لازم نخس، احنا جسمنا بقى شكله وحش قوي. ايوه يا حمدي، انت عايزنا نخس كام كيلو؟ احنا لازم نخس 100 كيلو علشان يبقى جسمنا شكله حلو. ماشي يا حمدي، يلا نحاول. يلا يا يورا نجري في الشارع شوية. مش قادرة يا حمدي، تعبت جدا. لا خلاص انا جعانة، مش قادرة اعوم اكتر من كده. يا رب ما حمدي يشوفني وانا باكل الشوكولاتة. يارا انا وزنت نفسي الحمد لله، انا خسيت 10 كيلو. طيب انا ايه مشكلتي؟ انا وزنت نفسي لقيتني زايدة 5 كيلو. انا خلاص زهقت، انا مش هلعب رياضة تاني، انا بلعب على الفاضي. خليك انت وانا همشي اروح البيت. يارا يارا استني يا يارا. عايز ايه حمدي؟ جاي ورايا ليه؟ انا مش عارف انتي بتعملي ايه يا يارا. احنا اتفقنا نروح الجيم ونجري كتير ونبطل الاكل اللي بيخلينا نتخن. حمدي انا حاولت وشكل الموضوع مش نافع معايا، سيبني انا بقى. لا يا يارا انتي ما حاولتيش جامد، وانتي قلتي انتي عايزه تتغيري، يبقى لازم تمنعي نفسك من الحاجات اللي انتي بتحبيها وتخلي كل اكلك صحي. حمدي سيبني ارجوك، انا شكلي فاشله ومش هعرف اعمل اي حاجه، وبعدين انت شكلك عايز تقعد تضحك عليا. انا اتخن وانت تخس. لا طبعا انتي اختي وانا خايفه عليكي، انتي عندك هدف ولازم توصلي له، بس لو انتي سعيده بجسمك ده خليكي براحتك، انا مش هتدخل في حياتك تاني. انا مش سعيده وعمري ما هكون سعيده بجسمي، وكفايه بقى يا حمدي علشان كلامك ده بيضايقني. براحتك يا يارا، بس لو احتاجتي حاجه انا موجود. بس يلا تعالي، احنا متفقين ان احنا هنروح نزور بابا وماما. ايوه طبعا يلا بينا. وحشوني قوي، يوم الحادثه ده انا عمري ما هنساه. ايوه ربنا يرحمهم. انا حاسه ان انا تايهه من غيرهم قوي. وانا كمان، بس بابا وماما ما كانواش عاوزيننا نبقى كده. ايوه ماما لو شافتني بالشكل ده هتزعل قوي. علشان كده لازم نفضل متحمسين، لازم نبقى اقوى ونغير حياتنا، اكيد هيفرحوا بينا. المشكله ان بعد ما ماتوا ما بقاش ليا نفسي اعمل اي حاجه. طب انا هقولك على فكره حلوه قوي، مش انتي بتحبي بابا وماما؟ ايوه طبعا بحبهم. هم على طول كانوا بيحبوا يطلعوا الجبل اللي في المدينة، ايه رأيك نعمل زيهم؟ بس انا هطلع ازاي وانا تخينة قوي كده؟ علشان كده لازم نخس شوية علشان نقدر نطلع. ايوة لازم، انا متحمسة قوي. خلاص يلا بينا نروح نتمرن. يلا يا يارا شدي حيلك. بحاول يا حمدي، انا تعبت قوي. معلش يا يارا ما حصلش حاجه، يلا قومي وحاولي تاني. انا صراحه زهقت، ده غباء اللي انا بعمله ده. استحملي شويه يا يارا وصدقيني هتخسي وهتقدري تعملي اي حاجه. ايه ده الجيم بقى فيه اشكال غريبه قوي، هو ازاي يدخلوا ناس تخان زيكم كده؟ انت مالك انت، هو الجيم معموله عشان كده اصلا، وبعدين احنا بنحاول. لا واضح ان انتوا بتحاولوا فعلا، انتوا هتبوظوا الاجهزه كده. بقولك ايه امشي، احنا مش عايزين نتكلم معاك. ماشي يا تخين انا همشي. محدش مصدق اللي احنا هنخس، قلتلك اللي احنا بنعمله ده غباء. لا مش غباء، احنا لازم نفضل نحاول. يارا انت بقالك يومين بتاكلي اي حاجه قصادك، انت كده مش هتوصلي لاي حاجه، انت كده بتضيعي كل المجهود اللي احنا بنعمله. لا انا متضايقه اليومين دول بس، علشان كده باكل شويه زياده. يارا مش معنى ان انت متضايقه ان انت تاكلي كل الاكل اللي انت بتاكليه ده. بس انا جعانه طول الوقت، هعمل ايه يعني؟ ارجوكي حاولي تلاقي طريقه تشجعي بيها نفسك. يوه انت كل شويه تقولي الكلام ده، سيبني بقى انا هطلع اوضتي. انا لازم الاقي حد يساعدني اخس اسرع. Thank you.
يلا يا حمدي، فاضل لسه لفتين. اسرع اسرع. برافو عليك يا حمدي، اتمرنت كويس النهاردة. يعني في امل؟ ايوة طبعا، لو استمريت على كده هتخس كتير جدا. هي اختك ليه مش بتتدرب معاك؟ هي كل شوية بتبدأ بس مش بتكمل، وانا بصراحة قلقان عليها جدا. تقريبا موت بابا وماما مأثر عليها جدا. اكيد ده موقف صعب على اي حد. طب هي بتعمل ايه في حياتها حاليا؟ هي مش بتعمل اي حاجة غير اللي هي تقعد وتتفرج على التلفزيون وتاكل. هي بقت سلبية قوي ومش عايزة تتحرك من مكانها، وناس كتير بدأت تبعد عنها. انا مش مصدقه اللي هما شايفيني بالطريقة دي. الناس كلها شايفاني اللي انا فاشلة. انا هوريهم كلهم، انا لازم اتغير. ايه ده، انت جاي تتمرني لوحدك من غير اخوكي ازاي؟ ده هو اللي كان بيشجعك. انا خلاص مش محتاجه حد يشجعني، انا هشجع نفسي وهوصل للي انا عايزاه. صدقيني انت لازم تشوفي جيم تاني، يكون للتخان بس. انا بدفع اشتراك زي زيك، هفضل اجي الجيم على طول. ويلا سيبني بقى علشان عايزه اتمرن. انا لازم اثبت لهم ان كلهم غلط. برافو يا يارا، انتي خسيتي 20 كيلو الشهر ده. انا اللي فخوره بك يا حمدي، انت جسمك بقى مثالي. انا نفسي ابقى زيك كده. ان شاء الله هتوصلي لكده، اهم حاجه نكمل تمرين. ايوه طبعا، انت شجعتني جدا ان في امل. يلا نكمل تمرين. يا يارا انت وصلتي للي انت عايزاه. الحمد لله، انا وصلت للحلم اللي انا كنت بحلم بيه. انا وزني دلوقتي بقى الوزن المثالي. نقدر دلوقتي يا حمدي نتسلق الجبل زي بابا وماما. ايوه يلا بينا. مستعده يا يارا؟ ايوه طبعا مستعده، واحنا هنقدر نعملها. وانتو كمان لو حد كان جسمه زينا لازم يحاول لحد ما يوصل للوزن المثالي.